ديال المقرر ان المجلس السابق كان خاصو امكانيات ماديه باش يدير المساهمه ديالو برنامج التنميه الحضاريه. هذا هو المبرر اللي كان دار المجلس السابق. اليوم حنا كمجلس وانتم كنكتبوا مجلس مسيرين، جبتوا لنا حل بديل، درتوا السندات، غرقتوا الجامعه بكريدي باش تخلصوا هذه المساهمه، والان تقولي غنعاود نبيع هذه العقارات. للاسف بغيتوا تحولوا الجامعه انها تكون وكاله لتحويل الاموال. للاسف غتساهموا في افقار الجامعه عقاريا، وتساهموا في السطو على عقارات الجامعه من طرف مافيا ديال العقار. طبعا الراي العام الاكاديري اليوم كيتساءل على موقف حزب الاستقلال خصوصا فيما يتعلق بتفويت العقارات الجماعيه، وخصوصا النقطه اللي ثارت اليوم نقاش كبير اللي هي تفويت عقارين المخيم الدولي وعقارين. طبعا حنا كنعرفوا بان تفويت تمت المصادقه عليه اليوم، غير هناك ملحق لهذه العمليه، وكنعرفوا بان حزب الاستقلال كان عنده موقف واضح من تفويت تفويت العقارات الجماعيه. هذا الموقف هو باقي يعني ساري المفعول، ولكن اليوم في تواجدنا في داخل الاغلبيه ووضعنا والوضع اللي كاين عليه العقارات باعتبار ان المجلس السابق سبق ليه وقع عليها، يعني صوتنا مع الاغلبيه لصالح التفويت بشروط تطبيق القانون خصوصا فيما يتعلق بالعقارات الجماعيه اللي كيخص عند التفويت ديالها انها تعوض بعقاره اخرى او بمشاريع استثماريه لصالح الجماعه. وحنا اليوم تنقولوا على اساس ان هذه المشاريع الاستثماريه خصها تكون في صالح لصالح السكان، لصالح الاحياء الناقصه تجهيز، لصالح محاربه البطاله، وما تخص شيء في اطار المضاربات العقاريه والتهافت على هذه البقع اللي طبعا غادي تخلي العديد من المضاربين العقاريين ان يعني الريوق ديالهم تسيل على هذه البقع. وشكرا. هو اليوم يعني من بين النقاط المدرجه في جدول الاعمال تفويت ما تبقى من المخيم الدولي لأكادير، وهذا التفويت هذا يعني كما قلت يعني سخرية الأقدار أو كذا، نفس المكونات التي قالت أن تفويته هو إفقار لمدينة أكادير، هو أن تفويته يعني خيانة لأمانة المجموعة ديال المواقف التي قيلت من طرف جزء من الفريق المدبر الآن المجلس، قال ذلك الكلام يعني لما كان في المعارضة. الآن لا أدري ما الذي تبدل. أعتقد أنه ليس هناك أي مبرر لدى هذا المجلس أن يتخفى من ورائه لتمرير المصادقة على تفويت هذا المرفق. كان مبررات كانت تقول أنه من أجل تمويل جزء من التزامات الجامعة في البرنامج التنمية الحضرية، لكن كما كتعرفوا الجميع أنه في مطلع هذه السنة صادق المجلس يعني الاغلبيه صدقات على انه اللجوء الى الاقتراض، اللجوء الى خلق يعني المنافي التمويليه اخرى. اذا ما هو المبرر؟ ما هو المبرر الذي دفع الجامعه من اجل يعني التفريط في هذا المرفق؟ ليس هناك مبرر سياسي ولا اخلاقي كما اشرت سابقا، ليس هناك مبرر يعني تمويلي مالي او اذا لفائده من؟ مع العلم ان هذا القرار يعني كنعرفوا الجميع وهذا عبرت عنه مختلف التعبيرات المدنيه والسياسيه في هذه المدينه انها ضد هذا التفويت، اذا لفائده من؟ اليوم كانت نعقد الدوره ديال فبراير 2023 اللي فيها واحد المجموعه ديال النقاط تقريبا 25 نقطه، وفيها واحد العدد النقاط اللي الى حدود الساعه تناقشات، وكاينه واحد النقطه اللي طرحات اللي كانت خلقات واحد الجدل كبير في المدينه، وهي تفويت واحد جوج رسمين عقاريين اللي دار عليهم المخيم الدولي. وقد يعني تم توضيح هذه النقطه ان هاد العقارين هما غير تتميم لواحد المقرر اللي كان داز في 2000 في يوليو 2020 في دوره استثنائيه، واللي مقتضاه تفوت يعني واحد اكثر من 90% من هاد يعني العقار اللي كيحتضن المخيم الدولي. فالمخيم الدولي دار على ثلاثه ديال الرسوم العقاريه
ديال الجماعه، واحد تفوت فيه تقريبا 2 هكتار و63 ار، يعني واحد 26000 متر، ولكن هادو اللي تفوتوا الان يلا كيشكلوا بجوجهم يلا كيشكلوا 7% من المجموعه المساحه اللي دار عليها المخيم الدولي. وهاد يعني التفويت اللي غادي يعني يلزم اولا هاد السيد اللي غيشري في السمساره انه يعني يلتزم بواحد الفطر ديال التحملات اللي فيه واحد تقريبا 40% اللي فيها يدير فيها مؤسسه فندقيه ومولات، يعني متاجر يعني ديال لي غروند سيرفاس، وكذلك واحد 60% كتبقى للسكن. كنعتقد انه الان المستجد اللي كاين اولا ان هاد المساحه راه اللي تشكل اللي غتفوت اليوم لما كتشكل لها 7%، وثانيا ان هناك دفتر التحملات اللي يعني كيقيد هاد السيد اللي غادي ياخذ يعني هاد العقارات انه يتقيد بداك الشيء اللي خص يدار عليه. المساله الثالثه وهو ان الثمن الافتتاحي اللي تحدد في تقريبا 10000 درهم، يعني هذا ثمن افتتاحي يمكن يتزاد ويمكن المتر مربع ما يمكنش انه ينقص. وهاد يعني الا كان غير بالقيمه ديال 11000 درهم 10000 ولا 11000 درهم راه تقريبا غيعطي للجماعه واحد يعني المداخل ديال الجماعه غادي تدخل فيه واحد 27 مليار ولا 26 مليار سنتيم. الدواعي انه ما يمكنش تفوت واحد الجزء وتخلي واحد الجزء اخر اللي هو صغير، يعني هذا غير تتميم لما تم يعني تفويته سابقا، وما يمكنش انه ما تفوتش هذا الجزء الكبير والا الجماعه هي اللي غتضيع فيه، لان حتى هذا المنعش ولا هاد الشركه اللي يمكن تقتني هذا العقار الا خلينا غير على الحاله يعني الاولى، فانه هاد 1800 متر اللي كتبقى بين جوج دراسمين العقارين يمكن انه يستغلهم بدون ان الجماعه يعني تربح فيهم مداخل، وبالتالي ارتأينا ان هذا الجزء اليسير يعني ملي يعني اصلا انه الجزء الاكبر كما قلت اكثر من 93% راه تبعت انها 7% حتى هي الضف لما سبق تفويته. وشكرا. المول الجنوبي للجامعه ربما حتى يتعاون باش توفر؟ لا، هو في اولا في الموارد الجماعيه كتعرفوا انه كانت في الذمه ديال الجماعه يعني الحصه ديالها على 2021 2022 بالنسبه للحصه ديالها السنويه من برنامج التنميه الحضري اللي يعني في اطار الاتفاقيه اللي تسنات قدام صاحب الجلاله. ثانيا هناك برنامج عمل الجماعه اللي كيمتد على 6 سنوات اللي حتى هو خص انه الموارد كاين هنا فائض، لا يعني فائض اللي كل سنه الجماعه كتحققه، ولكن كذلك هناك واحد العدد ديال العقارات اللي غتباع اللي غت يعني ستدار على الجماعه مداخل اضافيه اللي يعني تنفيذ هذه المشاريع سواء المتعلقه بالتنميه الحضريه او اللي كتعلق برنامج عمل الجماعه. برنامج الفائض الحقيقي سنه 2022 تم اقتراح التصويت بتاجيل كل نقطه على حده لارتباطهما بماليه الجماعه.